متعة دوري الروشن السعودي والديربي الكبير ما بين الهلال والاتحاد، المباراة اللي كلنا استمتعنا بها وفاز فيها نادي الهلال على الاتحاد 4-3 بعد ريمونتادا تاريخية كان مغلوب فيها نادي الهلال 3-1 لحد الدقيقة 59، 71 دقيقة كانت النتيجة 4-3. مباراة ممتعة في كل شيء، سواء ما بين الجماهير قبل وبعد وأثناء اللقاء، وما بين اتنين مدربين واعيين جدا، وما بين مجموعة من اللاعبين العالميين اللي متعونا سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. ولكن قبل ما أبدأ وأكلمك عن المباراة لازم نشيد بالدوري السعودي. الناس الكتيرة اللي بتشكك وبتتكلم عن قدرات الدوري، أديك يا شفت يا سيدي المباراة دي، مباراة زي ما الناس كلها قالت إن هي جاية من الدوري الإنجليزي أو طالعة من أبطال أوروبا من كتر الحلاوة والمتعة والكرة اللي موجودة فيها. لعيبة كبار قدموا لنا وجبة رياضية زي ما بتقول أو زي ما بنقول وجبة رياضية دسمة. اتنين مدربين، نونو سانتو تقاسم الشوط الأول أو أخذ الشوط الأول وخسف استعاد الأمور في الشوط الثاني بعد تغيير ديلجادو. ولكن قبل ما أكلمك زي ما اتفقت على المباراة هقولك بس نقطة بسيطة، وهي معدل أعمار لاعبي نادي الاتحاد ونادي الهلال، لأن هيكون لها دور، وخصوصا أن العامل البدني لنادي الاتحاد في الشوط الثاني ما كانش مساعده. فمعدل أعمار نادي الاتحاد كان 32 سنة و111 يوم، أما معدل أعمار نادي الهلال 29 سنة و207 يوم، وده فرق في الناحية البدنية في نهاية المباراة، خصوصا انك لعبت شوط اول 45 دقيقة و12 دقيقة وقت اضافي، ونفس الشيء في الشوط الثاني. مباراة كبيرة قدمها نادي الهلال في الشوط الثاني، ولكن نادي الاتحاد في الشوط الاول ما كانش هو اللي معاه السيطرة ولا الاستحواذ، ولكن كان منظم صفوفه بيلعب بضغط عالي في بعض الأوقات وضغط منخفض، ساعده في الحالة دي أو ساعده في الأداء والتحولات الهجومية اللي كان بيعملها رومارينيو وكورنادو. ولازم تحط كورنادو بين قوسين لأن خروجه من الملعب بعد الإصابة في الدقيقة 59 كانت هي نقطة تحول المباراة. لا مركزية هجومية شفناها ما بين الرباعي سواء رومارينيو وكورنادو وحمد الله وبنزيما، ولازم تحط علامة استفهام على حمد الله لأنه في التوقيت اللي كان الاتحاد متقدم فيه 3-1 كان ممكن ينهي المباراة بكورة شبه انفراد، لكنه ضيعها بفينش غريب جدا. وهنا لازم تتكلم عن ياسين بونو. ياسين بونو يمكن بدأ الشوط الأول باهتزاز، ولكنه هو اللي حافظ على وجود الهلال في المباراة. اولا في الشوط الاول تصدى لاكثر من كوره واحده في الدقيقه 22 والدقيقه 26 والدقيقه 30 قبل احراز بنزيما للهدف الثاني، الهدف الجميل اللي بالكعب في الدقيقه 38. ثلاث كرات انقذهم ياسين بونو. تروح للشوط الثاني في الدقيقه 57 انفراد لكريم بنزيما وتعامل عالي من ياسين بونو، والكره دي كانت نقطه تحول. بعدها حصل على طول اصابه كورنادو وهنا اتلخبطت الامور. ولكن قبل ما تتكلم عن خروج كورنادو لازم تتكلم عن نزول ميشيل ديلجادو، التغيير اللي غير مجريات المباراه بالنسبه لنادي الهلال. خروج محمد كنو واحد من لاعبي الوسط او ثلاثي الوسط لنادي الهلال اللي ما كانش ظاهر في الشوط الاول رغم سوء اداء سافيتش، وكلنا توقعنا ان ممكن سافيتش هو اللي يخرج، ولكن محمد كنو كان في حاله غريبه جدا، وخصوصا كمان بعد خطا سافيتش في الهدف الثالث لنادي الاتحاد. هتلاحظ كمان محمد كنو كان واقف بدون اي رياكشن، بدون اي رد فعل، وكانه خارج المباراه. دي التغيير اللي عمل فارق مع نادي الهلال من وجهه نظر الشخصيه. خلاص اتفتح الملعب على الطرفين سواء الشهراني من ناحيه الشمال ومعاه سالم الدوسري، ومن ناحيه اليمين شفنا ميشيل ديلجادو وتالقه بصناعه هدف وضرب الجزاء اخذها. وعاوز اقول لك ان متروفيتش نار يا حبيبي نار، هاتريك في تاني مباراه لي، والتلات اهداف او هدفين احلى من بعض ومعاهم ضرب الجزاء. الهدف الاول شوف استلام الاول سعود عبد الحميد الاوفر، التكنيك بقى اللي اتعامل فيه متروفيتش، هو رسم الجول قدامه في الذاكره موجود، تحرك خلاص اخذ القرار في المقص. واحد من اجمل الاهداف اللي هنشوفها وهيستمر معانا لنهايه
الموسم. وهنا لازم اتكلم عن نادي الاتحاد خصوصا في الشوط الاول. انت راجل عطل استحواذ لنادي الهلال، بتلعب بانضباط تكتيكي ممتاز جدا، عندك الاتنين في نص الملعب قافلين زي ما بنقول كده قطعين المية والنور، سواء فابينيو وكانتي، وبنشوف زيادات كانتي مع رومارينيو وكورنادو ومعاهم العليان من الناحية اليمين، وبقى احمد با مسعود من الناحية الشمال. ويمكن شفنا ولأول مرة، المثل عندنا دايما بيقول ايه، الكترة تغلب الشجاعة. مع نادي الاتحاد كانت الشجاعة بتغلب الكترة في الأهداف اللي أحرزها نادي الاتحاد، كانت الزيادة العددية لنادي الهلال، ولكن سوء التنظيم الدفاعي لنادي الهلال، الاندفاع الهجومي والمرتدات بقى اللي كان بيعتمد عليها نادي الاتحاد قدر يستفيد منها. بثلاث لمسات كان بيوصل لمرمى ياسين بونو وقدر يسجل ثلاث أهداف في شوط واحد. ولكن زي ما قلت لك، للأسف الرعونة اللي كانت في الشوط الأول وفي الشوط الثاني خصوصا من بنزيمة وحمد الله ضيعوا انفرادات بالجملة، وانفراد كمان لكانتي أو كرة الكانتي قدر يتعامل معاها ياسين بونو. عشان كده اتكلمت عن ياسين بونو واتكلمت عن ميشيل ديلجادو. وفي الشوط الثاني اتغيرت الامور لصالح نادي الهلال، بسبب ان نادي الهلال فتح الملعب، قدر يلعب على اخطاء نادي الاتحاد، وخصوصا كمان ان الدنيا اتلخبطت كلها بخروج كورنادو، واصبح رومارينيو بمجهود مضاعف مش قادر يعمل حاجة، اتظبط كده بلغه الكوره، اتظبط نص ملعب نادي الهلال. شفنا بقى رباعي في المقدمه، تحركات متروفيتش مع مالكوم اللي اصبح كده راس حربه تاني او تحت راس الحربه، واصبح له وجود في منطقه ال 18، حصل دربكه بالنسبه لمدافعين نادي الهلال، وخط النص بدانا نشوف مجهود كانتي مع فابينيو يقل، واستحواذ نادي الهلال على الاطراف وابتعاد بامسعود والعليان عن الفورمة. وحتى لاحظنا بعد كده ان تغييرات نونو سانتو بعد الهدف الثالث لنادي الهلال كان هي الظاهرين، وكمان حساوي اللي كان عنده انذار وخاف انه يطرد. فاصبحت الامور بالنسبة لنادي الاتحاد مع وجود دكة ضعيفة الى حد ما، ما قدرش نادي الاتحاد يرجع للمباراة. علشان كده لاحظنا كمان معلق المباراة الكابتن فهد العتيبي بيتكلم عن وجود محمد صلاح، وطبعا الامور كده من وجهة نظري محسومة ان صلاح باقي في ليفربول. يا ترى رأيك ايه؟ وهختم بسالم الدوسري صاحب الهدف الرابع وهدف فوز نادي الهلال في المباراة التاريخية او الرومنتادا التاريخية. وعاوز اقول لك ان سالم الدوسري من فترة قليلة او من فترة قريبة كان بعض من الجماهير بتطالب برحيله من النادي بعد مجيء نيمار، ولكن كان في الموعد وفي الفترة الأخيرة متألق جدا. سعدت جدا أنا شخصيا بوجود سلمان الفرج قائد نادي الهلال وعودته للملاعب. الحمد لله على السلامة يا كابتن سلمان، ومباراة دراماتيكية في أحداثها، مباراة ممتعة بأهدافها، بكل حاجة فيها جميلة. المملكة العربية السعودية بتعمل عظمة. وبكده يكون انتهى الفيديو، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تشرفني بالاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحاول تشارك الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.